أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين أعمال الدورة 34 بعد 100 لمجلس اتحاد الغرف العربية، وذلك بحضور رؤساء وأعضاء غرف التجارة والصناعة العربية بجانب الأمين العام لاتحاد الغرف العربية. استضافت غرفة البحرين الدورة 34 بعد 100 لمجلس اتحاد الغرف العربية بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية، وجاءت التوصيات الهامة تحت مسمى إعلان البحرين للقطاع الخاص العربي. هذه الجلسات هي جلسات استراتيجية بتبين قد ايه ممكن القطاع الخاص يساهم في تطوير أداء الاقتصاد العربي بشكل مختلف، وبيخرج في النهاية بمخرجات اللي هي هنا كانت إعلان المنامة للقطاع الخاص العربي اللي بصدده هناك حديث عن الحريات الأربعة في انتقال الأفراد وانتقال السلع وانتقال الخدمات ورؤوس الأموال في المنطقة العربية، الارتقاء بالتعاون العربي من مجرد اتفاقية للتجارة الحرة إلى سوق مشتركة وتكامل، العمل على تطبيق مفردات الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة والمدفوعات الرقمية ما بين الدول العربية، الاهتمام بالأمن الغذائي العربي بشكل كبير، الدعوة إلى تبني أفكار خاصة بالابتكار وريادة الأعمال، الاهتمام بالشباب والمرأة وما إلى ذلك. دي رؤوس موضوعات تحت كل واحدة منها تفاصيل كثيرة جدا طرحها القطاع الخاص العربي وبيتبناها وبينفذها بالفعل في محافل كثيرة. هذه الاجتماعات من شأنها تحقيق أهداف اتحاد الغرف العربية والتعامل مع التكتلات الاقتصادية الأخرى على أسس متكافئة تضمن مصالح كافة الأطراف وتساهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي. توقيت هذا اللقاء مهم جدا في ظل المتغيرات الدولية وما يحصل في العالم من تحديات اقتصادية، فاليوم أجمل ما في هذا اللقاء هو الجو العربي الأخوي، و22 دولة تجتمع قيادات القطاع الخاص يتحدثون بلغة واحدة، وهي أن هناك ضرورة إلى أن يوحد القطاع الخاص كلمته، أن يكون هناك في استثمارات مشتركة وبناء شراكات بين الدول العربية لمواجهة البطالة، لمواجهة التحديات. وقعنا اتفاقية طيبة مع أخي أستاذ سمير ناس رئيس غرفة تجارة البحرين، هذه الاتفاقية مختصة بتنظيم العمل الاقتصادي، أجمع تجاري صناعي سياحي مع شقيقة بحرين، وهذه العملية إن شاء الله تواصل على فتح خط جوي ما بين البلدين حتى يكون هناك نقل الأموال وتيسير التجارة والبضاعة ما بين هذين البلدين الشقيقين. حقيقة اليوم التغيرات التي يشهدها العالم، تغيرات اقتصادية، تغيرات استراتيجية، وتغير موازين القوى في الاقتصاد العالمي تحتم على القطاع الخاص العربي أن يكون له كلمة، أن يكون له دور. وكانت محاور النقاش طبعا فيها جوانب إجرائية وجوانب استراتيجية. وتستمر الدول العربية بتبني رؤى اقتصادية موحدة في سياق التحولات العالمية الراهنة، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وأحياء فرص التكامل التنموي. تأتي الاجتماعات 34 بعد 100 لمجلس اتحاد الغرف العربية لمناقشة القضايا التي من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية. ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين. We'll be right back.
والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. شهد معرض سيتي سكيب العالمي الذي انطلق في العاصمة السعودية الرياض اطلاق عدد من المشاريع بقيمة تجاوزت 65 مليار ريال سعودي بمشاركة أكثر من 350 جهة عارضة تستقبل الزوار على مدى 4 أيام. وللحديث أكثر عن المعرض يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف السيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج. مرحبا بك أستاذ في النشرة الاقتصادية. بداية، ما هي الأهداف الرئيسية لمشاركتكم في هذا المعرض؟ مشكور أختي. في البداية طبعا أشكر منظمي سيتي سكيب الرياض على دعوتهم الكريمة، من يشرفني أن يطلب مني الانضمام إلى لجنة من الخبراء لعرض تجربة شركة نسيج كأحد رواد التطوير العقاري في المملكة البحرين. إن شاء الله من خلال المشاركة سأحاول أن أسلط الضوء على مساهمة شركة نسيج في تطوير المدن الذكية في مملكة البحرين، بالإضافة إلى تجربة خاصة في مجال التطوير العقاري. نعم أستاذ أمين، كيف ترى مستقبل السوق العقارية في مملكة البحرين خلال 5 سنوات المقبلة؟ أنا جدا متفائل بشأن مستقبل سوق العقارات في مملكة البحرين على مدى السنوات الخمس القادمة إن شاء الله، خاصة بالنظر إلى التعاون الوثيق والفرص المتاحة بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، وهذا الغرض الرئيسي من مشاركتي في هذا الفعل. بالتأكيد السيد أمين العريض رئيس التنفيذي لشركة نسيج، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملة الخليجية وأبرز العملات العالمية.